السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد طول انتظار رجعناك في سلسلة من أين يا ترى. خلونا نبدأ. فريق الإثارة والمتعة والتشويق، نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق. وأول عمل في هذه الحلقة بيكون أنتج في عام 2012 بتصنيف رياضة كوميدي مدرسي دراما شنن من الكاتب هورويتشي. اسمه الأول صعب شوي لكن بقول لك اسمه الثاني وانتو عاد بتعرفون الكاتب، ما يحتاج اللي بيعرف معلومة. باسم هايكو، أكيد تعرفون أغلبكم يعرف هايكو. اللي معرف هايكو شو احنا عشان نسوي كل ويكند مع الشباب، طائرة ما طائرة، ويلا نخوض في التفاصيل. عدد الفصول هي 402 من الفصول و45 مجلد من المجلدات. حالة العمل منتهي. عمل هايكو كمانجا انتهى خلاص، فلا احد يفكر ان في زياده لحالنا الكاتب او الرسام او الشخص الدار النشر انه بيعلن شيء اخر او خبر اخر. واللي بيكمل بعد الان يبدا الفصل 293. اعيد واكرر، ارجع قبل الفصلين، طابق مع الحلقه الاخيره، استلم دربك يا الامير. ولا مع اهم نقطه او ثاني اهم نقطه بالنسبه لي في هذا العمل، تصنيفه بحسب موقع ماي انمي ليست هو 8.91. واو، تقييم جدا عالي. كمانجا اتكلم، ما اتكلم كانمي، اتكلم كمانجا. تصنيف 8.91، تصنيف جدا عالي، جدا خارق. تصنيف ابو سالم انا اقول يستاهل اعطي 9 والله. كان من طابع المانجا الانمي وليس المانجا، يستاهل 9. شوف انا اذا كان العمل كانمي كذا القوه والجوده هذه فشو يستاهل 9 كتقييم رسالة. وبكذا تكلمت عن عمل هايكو وبكل ما يتعلق فيه من عدد الفصول إلى آخرة. ننتقل إلى العمل الثاني. وفي عام 2010 أنتج العمل بتصنيف فانتسي أكشن مغامرات ودراما من الكاتب سو باسم تاور أوف جاد. أغلبكم تابعه، أغلبكم ما تابعه، خذ باقي التفاصيل. طبعا العمل هذا يتكون من 3 اجزاء كمانجا، كفصول او كاعمال يتكون من 3 اجزاء. الجزء الاول يتكون من 79 فصل، بينما الجزء الثاني يتكون من 337 فصل. طبعا الجزء الثالث يتكون من 68 فصل. ليش في 3 اجزاء ابو سالم؟ يمكن في اختلاف كتاب او توقف اللي صار ان العمل انتهى كتوقف وليس انتهى كنهايه قصه. يعني انت الحين تقول له يبصم العمل انتهى، اقول لك العمل ما انتهى لكنه متوقف نقطه معينه حالها حال بعض الاعمال. لكن ان كانك ناوي تكمل من وين، واذا بتكمل بعد الان تبدا فصل 76، يعني من الجزء الاول للمانجا نفسها اللي هي 79 فصل، تبدا 76 78 79 تروح حق الجزء اللي بعده 337، خلص روح اللي بعده اللي هو 68. حال اي عمل اخر او بعض الاعمال المختاره، الاستديو سوى خذك شيء من النص قطة في البداية، خذك شيء بداية قطة في النص، قطة في النهاية، نزلها تحت، ودي فوق، ودي يسار، ودي يمين، ودي ايش، يعني اخذ الاحداث بالمانجا وحورها في الانمي زي ما يبي بحيث تكون لها اخراجية افضل. هم ابخس بالشغلة هذه، ما اعرف شو الحكم فيها لكن هم ابخس. لكن نصيحة، وعلى حسب ما غير وتداول بين مواقع النت بين الاصحاب بين بعض الغارات والمشورات اللي يجدر بنا نسمع فيها، يعني ناخذ فيها نسمع فيها، ابدا من بداية العمل. هذه النصيحة المتداولة. أنا عن نفسي فترة العمل كمانجا ولا كأنمي، لكن على عدة خبراء تابعوا العمل وتابعوا المانجا وراءهم المتشاركة كلهم متفق في النقطة هذه. إذا حاب تبدأ بشكل طبيعي بصورة طبيعية، ابدأ من بداية العمل من صفر إلى آخر شيء. وصلى الله وبارك. وبكذا ننهي هذه الحلقة الجميلة، لطيفة خفيفة، معلومات جميلة، أعمال بسيطة. لخصنا لكم عملين حلوين، أغلب الشعب يتساءل، أغلب الشعب الرد يعارف. وبكذا نقول إنها يقول معي سبحانك الله وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفر كتب إليك. لا تنسى الاشتراك في القناة، زر اللايك والشير، وأشوفكم على خير. We'll be right back.